انتي ولارا ما بتتخانقوش مع بعض؟ انا ولارا سألت السؤال ده قبل كده وفاكرني ان الناس بتفكر كده، يعني عشان انا اعرف عن المصريين ان لا احنا روحنا كويسه. بس انا هوضح برضو ان انا ولارا اصحاب جدا، يعني انا وهي لسه شايفاها دلوقتي انا وهي هنخلص نروح الجيم مع بعض، مثلا نشجع بعض على الدايت، مش مثلا اقولها يلا بقى يا لارا كلي وتخني وروحي تخينه، لا بنشجع. ثواني بس ثواني، دايت ايه لا مؤاخذه يعني؟ دايت ايه؟ دايت ايه يا انسه اللي انت ناويه تعمليه يعني؟ هتروحي فين اكتر من كده؟ ما هو بقى عشان احنا مقاييس المصريين غير مقاييس بره، فاحنا المره دي بنتنافس على شكل عالمي بمقاييسهم وان شاء الله هنشرف. شفتي تعليقات الفيسبوك وهي بتهاجم لارا وبتهاجمك على اعتبار ان دي مش اشكال ملكات جمال، يعني كنت بتحس بايه وقتها؟ بص انا هشرح لكم حاجه، التعليق دي ممكن تعمل حاجه من حاجتين، يا اما تحبط البني ادم وخلاص يخبط تماما، يا اما تزقه لفوق، تزقه لفوق ان هو يا اما يحاول يجمل نفسه ويخرج بقى بميك اب ويتشيك ويخرج يقول لكل الناس لا انا احلى، والبنت تحاول تغير من نفسها عن طريق الميك اب، لان الميك اب بيغير الملامح دلوقتي، ممكن يصغروا المناخير بالميك اب، يكبروا بالميك اب، الخدود بيعملوها شكل معين بالميك اب، كل حاجه بتتغير بالميك اب. يا اما البنت تفضل زي ما هي، تبقى طبيعيه زي ما هي، وتحاول تفهم الناس ان ملكة الجمال دي مش معناها ان هي تكون احلى واحدة، بس معناها ان هي تكون قابلة بثقافتها وبشخصيتها تحبب الناس فيها جوه مصر وبره مصر. اللي انا بعمله زي ما انتم شايفين كده، انا مش حاطة ميك اب، جاية يوم عندنا بريس كونفرنس لقاءات مع الصحافة، وحابة اوري الناس ان الحياة مش ميك اب، الحياة مش ان انا اتشيك وان انا افضل حاطة ميك اب واخبي نفسي من الناس، ده بالعكس انا عشان ملكة جمال مصر العالم ده المفروض اوري الناس الطبيعة واشجع الناس ان هم يكونوا جمال بطبعهم مش بذوقتهم او بالميك اب او ان هم يغيروا نفسهم. انت دلوقتي قاعدة في مكان، اوكي، في شاب في هذا المكان شافك واعجب بيكي وقرر انه يرتبط بحضرتك، يعمل ايه؟ يكلمك في التليفون، يبتدي يتعرف عليا، يعني يبتدي يتعرف على شخصيتي، مش يمكن هو شايف حاجه من بره وهو هيحكم برده عليا من مظهري، يعني ايوه اتعرف عليك، يعمل ايه عشان يتعرف عليك؟ يعني يجي يسلم عليك يقول لك مساء الخير يا فندم؟ يسلم عليا، انا اشجع كل الناس اللي تشوفني اللي عارفاني تيجي تسلم عليا. يعني مره جات لي مسج على الفيسبوك، امينه انا شفتك، كنت ساعتها قاعده مع اللي هيصور لي الاعمال الخيريه عشان نبعته لندن وكده، فلقيت حد بعت لي مسج على الفيسبوك يقول لي امينه انا شفتك في مكان الكافيه الفلاني بس اتكسفت اجي اسلم عليكي. لا انا بقول لكل الناس اللي تعرفني تيجي تسلم عليا، انا مش بني ادم قدام الكاميرا ورا الكاميرا واحده ثانيه، انا هكون مرحبه بيكم زي ما بتكلم دلوقتي بالظبط، فطبعا يجي يسلم عليا.